الخبيرة في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كريخوف قالت إن مدى انتقال عدوى فيروس كورونا بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض ما يزال سؤالا مفتوحا. وبحسب مجموعة إحصائيات صغيرة نسبيا، ذكرت كريخوف إن جل الأدلة يشير إلى أن الأشخاص الذين لم تظهر عليهم الأعراض مطلقا لا يؤدون دورا مهما في نقل الفيروس. ولكن مدير برامج الطوارئ الصحية في المنظمة مايكل رايان قال إنه متأكد تماما من حدوث انتقال العدوى من شخص لا تظهر عليه أعراض، ولكن يبقى السؤال إلى أي مدى يحدث ذلك. وكان المدير العام للمنظمة سبق هذه التقديرات بموقف يحافظ على الحذر. بعد مرور أكثر من 6 أشهر على هذا الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لقيام أي دولة برفع قدمها عن الدواسة. إنه الوقت المناسب لمواصلة العمل بجد. تقديرات كريخوف قد تعني أن وسائل منع التفشي ما تزال بحاجة إلى مراجعة، إلا أن البحث الذي قام به علماء من جامعتي كامبريدج وغرينتش في بريطانيا شدد على أن استخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي وإجراءات العزل ما تزال هي السبل الأمثل لمقاومة الوباء. تدعم تحليلاتنا ضرورة التزام الناس الفوري والشامل بوضع الكمامات. المعضلة النهائية على أي حال هي أن الدراسات التي تعتمد على الإحصائيات تظل بطبيعتها محدودة القدرة على تقديم إجابات قاطعة.